لم يخلق الإنسان ليهزم، هذه الجملة تصدرت أول مشهد من فيلم بس يا بحر، أول فيلم كويتي وخليجي روائي. الفيلم صور صراع ابن الكويت مع البحر، ويقدم وثيقة تاريخية واجتماعية حول فترة لم يكن فيها النفط ومحطات تكرير الماي وأجهزة التكييف والسيارات، وعكس أفراح الناس وأحزانهم ونضالهم وعرقهم من أجل البقاء ولقمة العيش. بدأ تصوير الفيلم بتاريخ 7/7/1969 وانتهى في 19/9/1970. حسب ما تروي المصادر، الفيلم كلف 125 ألف دينار كويتي. أخذت المناظر للبحر على ساحل منطقة جليعة، أما بقية المشاهد أخذت من داخل الأحياء القديمة المتبقية في مدينة الكويت، واعثروا على سفينة عند أحد التجار قديمة وتم إصلاحها، وصور مشاهد الفيلم على متن هذه السفينة. يعتبر فيلم بس يا بحر أول فيلم بالشرق الأوسط يتم تصوير بعض المشاهد تحت الماء. استعان المخرج بمصور أجنبي صور عدد من مشاهد الفيلم تحت الماء، وكانت لحظات بالغة بالخطورة. تم الطبع والتحميض لهذا الفيلم والدوبلاج والمونتاج والمكساج في استديو السينما في تلفزيون الكويت، أما الترجمة فتمت في معامل أنيس عبيد في القاهرة. في البداية كان في فكرة عند المخرج أنه يستعين ببعض النجوم الكبار والأسماء الكبيرة بالسينما من دول مجاورة، لكن حب أنه يكون العمل كويتي 100%، وعلشان النجاح يكون نجاح كويتي بامتياز، قام بتمثيل هذا الفيلم نخبة من فنانين الكويت، حياة الفهد وسعد الفري ومحمد المنصور ومحمد المنيع وأحمد الصالح. نال هذا الفيلم 9 جوائز عالمية، الجائزة الأولى في مهرجان دمشق وجائزتين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجائزة هيوغو الفضية في مهرجان شيكاغو السينمائي. فيلم بس يا بحر غير أنه قصة روائية جميلة، غير أنه بعد أرشيف وتوثيق لحياة أهل الكويت وشعب الخليج ما قبل النفط. ورانا هالفيلم بيوتهم ولبسهم والعادات والتقاليد، شنو الأكل اللي كانوا يأكلونه، طريقة الأفراح والأحزان، طريقة التعاملات التجارية اللي كانت تتم بين الناس، ويورينا مدى النقلة النوعية اللي صارت في حياتنا، شنو كانت تطلعات وأحلام الإنسان الخليجي أو الكويتي ما قبل النفط، أقصاها أكشي يفكر فيه، والحين شنو صارت تطلعاتنا وأفكارنا. وأتمنى من المستقبل يتم ترميم هذا الفيلم أو تعديل الصور اللي فيه، أو على الأقل يتم تلوينه.